مصطفى حياك الله حبيبي مشتاقين حبيبي فرحانين اكيد حبيبي قناتكم الحلوه واقف. الله يحفظك يسلمك. شلون شفت الاجواء؟ اجواء حلوه رائعه وكلش من كل البطولات من استراليا من قطر من السعوديه من عمان من كل انحاء اسيا. يمكن شفنا اكثر شيء الجمهور السعودي كان جو الجمهور السعودي جو حلو الجو سوى صار له يعني اربع ايام جو فشي رائع وعندهم هسه لحد 5000 وجبه يعني مشجعين على حساب حكومه السعوديه. انا شفتك تتكلم وياهم شنو قالوا لك؟ احنا ابو حسن من السعوديه. حياك الله. يا شلونك؟ والله حياك شلون صحتك؟ الله يحفظك. طبعا احنا نحييكم على الاجواء اللي مسويها انت يا بعد عمري. والله احنا اول شيء اشكر قناه الداعي على اتاحه الفرصه لي زين اسوي هاللقاء. والله والله احنا حكومتنا ما قصرت يعني بذلت الغالي والنفيس وذللت كل الصعاب على مود ان احنا نجي نشجع ونآزر ونرفع من معنويات فريقنا ان شاء الله. من شو وقت وانت هنا؟ من شو وقت وانت جايين هنا؟ احنا جينا من قبل اربع ايام هنا وبنحضر البطوله كلها كامله ان شاء الله. كلها على حساب الحكومه؟ كلها على حساب الحكومه. سكن وطيران؟ والله ما قصروا وذللوا لنا كل الصعاب، جابونا طيران. نعم. اكل، سكن، نقل، تنقلات من الى المطار من السكن الى الملعب ومن الملعب الى السكن، حجزوا لنا تذاكر، يعني ذللوا لنا كل الصعاب مره ما قصروا يعني. بس البطوله للسعوديه. طبعا على حسابك انت يمكن. طبعا انا على حسابنا احنا العراقيين دائما داينتهم احنا نتمنى هذا يقول لك الحكومه احنا رئيس وزراء السودان ما يقصر بس ما يعرف الاجراءات اللي جوا على حسابهم واللي داينوا فلوس واللي كذا واحنا يعني رئيس وزراء دا يشتغل شغل رائع في بغداد هذا رجل عظيم يعني انا اول رئيس وزراء اتبارك به ليش شغله مرتب دا يسوي من جسوره من جمع السكنين الفقراء فاحنا ممكن تناجده يعني ناجده نقول اللي دفعوا اللي الناس كلها على حساب الموجوده في قطر ان يدعمها نوجه ندانا رئيس وزراء البطل السوداني يعني تعرف انت ما يحتاج ان يعني حالنا حال اللي عيدزهم الوفود يعني هسه اللي جينا دفعنا على حسابنا بس اللي اكو قسم على حساب وزير الشباب ان شاء الله قناتنا قناه الداعي ممكن توصل رسالتك الى وزير الشباب ورئيس الوزراء. خلينا نسولف وياك شلون نشوف وضع منتخبنا؟ لا منتخبنا ان شاء الله يبشر بخير. مجموعتنا شويه صعبه. مجموعتنا صعبه بس الفريق العراقي دائما ابو المفاجات دائما هو الاسبق وين نروح بالبطوله؟ وهسه نشوفنا بالبطوله وين؟ نروح للنهائي ان شاء الله ان شاء الله بالوجود اللاعب هذول الناس الخيره والمعسكر الجيد واتحاد القدم ملكنا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا يا الله يا والي تنصر ملكنا يا الله يا والي تنصر ملكنا تنصر ولي عهده تنصر وطننا تنصر ولي عهده تنصر وطننا